فضيلة الشيخ نور محمود حرسي أيام أنتو سنين وحوصي أن بقاضي عشرة تحنها هاي عقيدة توصن إسلامك كاسيو مالمها نكس عودي مسجد كالحيد مدع عبد وقولو يقانه مسجد ويني وحاوشي قوسوتشي دي عشر لحريرة حكم كشرعي آها عقيدة توصن إسلامك هذا بضاوضي الكسو لواذا قيب تحكتا إمانتا الله على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا صلوات الله وسلامه عليه. إخواني وأحبابي في الله وعشر كني مسلسل كأها أو طبعاً كدقيقة لسكسو قد بنشري وعلماء إنوسو قد بنشرين مالين كستا ومسجد كبحي شري وحاسكو دردار مينا أولاً بتقوى الله عز وجل إله سبحانه وتعالى عبسديسة وحقفك أنفع يا آخرة دي سيأدون كي سبا وإلهي سبحانه وتعالى عبسي دي سهدي أن عبسي لغاهلين وحقفك أهقاق هي إن هولي أكاتي مجران مركة عبسي داس إلهي بان اسكو دردار مينا عشر كيني مسلسل كاها وحنو مره هي ومشايخ داي نوسو ودين ما انت وحقا بلا من هي الحكم حكم وحل يراهدو بالله سبحانه يا حكم كصد حقيبود من قدام من حكم شرعي باليرة هذا وحكم شرعي من حكم عقلي باليرة هذا من حكم عادي لبضع سمرك عقلي يا عادي عقيدة يا حق سلوك هذا لا وحنا نحن كهذا لا وحوي حكم شرعي وحليرة هذا لبقيبود بأسو من قدام خطاب التكليف يا خطاب الوضع هذا الإله سبحانه وتعالى أو كسابسا قفك مكلف كأه مكلف وحلي قف قانجار أه عقل له سليم الحواس أه دعوة يدينك أي سوغارين سليم الحواس وحلو غتشيدا إن ده يدقوه وإن يؤن نبض قبان لبضبا أما متكود وإن نبض قبوه دو إن الآن يدعي الآن كرد شو أما إنت أنت ميستي حاصلين كهر إن ده يدعيها هو بيل قفكاس مكلف لما ده هو قفكاس مكلف كامر كخطاب إلهي أو كسعة أو كجهيسن قفك مكلف كأه بل يرى هذا حكم خطاب التكليف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالطلب أو تخييرا خطاب إلهي أو كساب سنقفك مكلف كأه بالطلب مركي اللي يراهدو قفك وحنوى لغا طلبنا هيا طلب كاسا طلب أو لغا رب قفك فعل شيء سمايو يا طلب أو تركي اللي بدا سنقنا هيا طلب كمركة فعل كأه بالله بقي بعض نقولها يوم من واجب لا يرى هذا من السنة لا يرى هذا كترك جانا الله بقي بعض بنقولها يا قفكو إنه وحكة تقال لقد ربنا يا يوم من حرام بلا يرى هذا من كراهية لا يرى هذا يوم مباح أحكامته أحكام الخمسة لا يرى هذا وعشان تاس فعل كاجا يا قول كاجا وعشان تاك بحمايو هذا فعل سميسيد أما قول أتكو هذا شيد شنتا دين عنا وقبحهم هايو إما إنه واجب يهاي إما إنه سنة يهاي إما إنه حرام يهاي إما إنه كراهية يهاي إما إنه مباح يهاي شنتا منا قبحهم هايو شنتا نوينت كلا تقانيد واحد مكلف ككوت هايو ككلفنت هاي با وحيت هاي أحكام تا شنتا إنا تقانيد وعلى جم مارمان ما داب قف كفعل كيسية قول كيسو أي سن كبحين هدي عدن أقون دي برشد دي واجب بي كوكوتا هينين عيار هياتا آخرا عيار أمبا هنا انت أدونك چوكت دي واحد كوكا لفانتا هينا برشد دي واجب كوكوة وإنا برشد دي واحد كما مارمان واجب مركا واحد ليها الشاي قفكو هدو كتغ ما يصاب على فعله ويعاقب على تركه وشاي هدي أد سميسيد والغا ثوابنا هيا هدي أتكتكتن إلهي وكو عقابه يا سبحانه وتعالى هدي أسنكو رافن وإلهي سبحانه وتعالى عفو يسا أسنكو قابل شيغان مركا وواجي مركي ليراهدو وإناد حصوصان تهي شي هدي أتسميسو سيدي للربي
oo sharcigu uu kaa dalbaday aad ula timaadid shayga in laga sawaabinayo sidii sharcigu kaa dalbay hadaadan ula iimaan kama adaan la iimaano kala way adoon la iimaano kala ka dhigan tahay sidii sharcigu dalbanay hadaadan ula iimaan shayga waajibka ah hadii waxa la yiraahdo aad ka tagtina lagu ciqaabahay shay saas inuu yahay waa in la socoto shaygan waa waajib markii la yiraahdo sunnada ku soo hadhay ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها بل يشيء سنة هدي أسميسي ولا ثوابين يا إلهي فضل جيسا هدي أتكتكتن الغوء عقاب مهيو حرام بكوس هذا يوحل إلى هذا الشيء هدي أسميسي ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله وشيء هدي أتكتكتن تجتان كاسون إلهي درادي وكاية هاي وعلاقة ثوابنا يا دوسن إلهي درادي كاهين وكر يهوس بين السماء يسار ربتي لكن فرصة دي بكون مسامح ويدي مركا لقاة ثواب ما هيو إلا إلهي درادي وما دا تجينا لغون عقاب ما هيو إلا لما دان إيماني شيء حاران مركا وحال اللي يراه شيء وحاران مركا اللي يراه دو وإن خصوصا تهي شيء هدي أدلت ما ديد إلهي وكو عقاب هاي إنو يهي هدي وحا اللي يرى هذا هدي سكد يسيدو إلهي دراد دي أدوة تكتين لغا ثوابين هايو إلهي وكاب المرين هايو كراهية دا كوسو هاري كراهية دو والا بقي بوضو من كراهية التحريم با اللي يرى هذا وأيضا والا اسكو عقاب قفكو هدو سمايو من كراهية التنزيه با اللي يرى هذا أيضا قفكو اللو ما عقابو وقفك سمعي وحل يراهد هدو كتو إلهي دراد وقتغنا ولا ثواب هدو سمعي الله عقاب ما هي هدو قفك بيها إنو استاكو عبوك لو كراهيو ومع ذلك هدو استاكو عب الله عقاب ما هي لكن هدو إلهي دراد استقد يو يراهد بيها إن استاكو عبت دو كراهية فريسو وإلهي دراد استقد يسوى لغا ثوابنا يا مباح وشي هدو قفك أولي مادنا aan laga sawaabinayn haduu san niyada la xiriirin hadii niyada la xiriirsato hadda inaad hurdadu waa mubaax cunitaanka waxa la cunayo waa mubaax hurdadan aad seexanayso hadaad u niyootid ilaahi subhanahu wa ta'ala daacadiisa inaad ugu soo nashaadootid cuntada aad cunayso ilaahi daacadiisa inaad ugu quwaysatid oo quraanka aad ku akhrisid oo salaada aad ku tukatid oo ku soontid waa laga sawaabinaya inta hurdid maanta oo dhan ثواب كوس عنا ينية داسا شيء مباحها وحي كرد جيسا وحل يرى هذا السنة وبدل يسوع ولا ولا قص ثوابين دي مركي هردك وقبط لنا عايز كتو لنا وهرد إسكع عادي وهو وح ثواب ما لهن مسجد كمركا سوق شيد وكل هذا اعتكاف نيوتين أنت مسجد كأدح سعود فرديد ثواب لجو قريا هدي عاد فر إسكفر يستيد اعتكاف هذا نيون فدي عداوي وح لجو قرها يلا ما أركو marka shayga mubaaxa niyadu way badashaa way u badashaa sunnaha diiniga la xiriirsato hadii kalena shay caadi ah iska noqonaya ahkaamtaas waxa la yiraahdaa ahkaamul khamsa la yiraahdaa qofka mukallafkaana waajib bay ku tahay waxa lagu la khidaabay waa asaga oo laga rabo inuu barto maadaaba ficilkiisa iyo qowlkiisa inta aysan ka baxayn marka qof walba dadaal iyo juhdi ha ku bixiyo ha barto shan kala jiro la yiraahdo ahkaamul wad'i la yiraahdo shan shan markii lagu dhufto shan iyo labaatan bay ku soo fariistaan shan iyo labaatan kaas xugun la yiraahdaa dhinacana uga bixi mahayo ficilkaaga iyo qowlkaaguna shanta axkaamul khamsaha buu ku wareegaya qofka waajib mukallafkaana waajib bay ku tahay inuu barto diinka islaamka maadaaba ay qofka waajib ku tahay inuu barto oo nabiga sallallahu calayhi wasallam saddex iyo labaatan sana waxyigaanu ku degahay oo dadka gaarsii baa la yiri dadkii loo soo dejiyay oo shariicada diinta islaamka nabiga loogu soo dhiibayna qof walba waa ka mid marka qofku inuu ka qatan yahay lama ogola umuurta diinka afar bay kitaabadu ku soo ururiyaan asidqu bil qasdi oo la yiri macnaha looga jeedo waxa weeye qofku markuu cibaadaysanahayo cibaadadiisaas inuu ku fariisiyo niyo iyo ikhlaas ilaahi daraadi ah shayga samaynaysid ilaahi daraadi haddaa tukanaysid haddaa sadaqa la baxaysid ilaahi daraadi inay noqoto haddii wax kala soo galaan meesha wixiina ku dhaafe camalkaa samaysay dhibaata kaa soo gaadhay wixiina sawaabkii heli maysid laakiin waajibkii wuu kaa dhicin laakiin sawaab baan jirin sadaqadii aad bixinaysay haddaysan ilaahi daraadi noqon
meesha uu ka baxayaa sawaabkii eber buu noqonahayaa wixiina waa kaa maqan yihiin wax meel iyo aakhira kugu maqanna ma ahan marka shayga cibaadada niyana waa in la helo ikhlaas ilaahay daraaddiina waa in la helo ka labaad wuxuu noqonayaa sixatul caqdi qofka caqiidadiisu caqiido saliima waa inay tahay oo uu ictiqaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala alla ku tilmaaman guud ahaan bikulli kamaalin ka nasahan nuqsaan dhammaanteed ka saddexaad wuxuu noqonahayaa qofku alcahdu inuu oofiyo alwafaau bilcahdi ballanka isagayo ilaahay ka dhexeeya khaaliqii abuuray isagayo makhluuqa ka dhexeeya inaad oofisid haddaa adiyo ilaahay mucaamalada idinka dhaxaysa aad hagaajisid ilaahayga khaaliqaabaa wuxuu hagaajinahayaa adiyo makhluuqa midda idinka dhexaysa isaga hagaajinahaya maadaaba adiyo ilaahay middii idinka dhexaysay aad hagaajisay marka ballanka qofku inuu oofiyo kii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ka makhluuqa aad la gashay labadaba oofi ka ugu dambeeyo gabagabadaa wuxuu noqonayaa wajtinaabulxaddi suhdintoo laga dheeraado oo looga jeedo waxa ilaahay uu xarimay subxaanahu wa tacaala shaygan ilaahay wuu xarimay markii la yidhaahdo iimaanba hadduu qofka ku jiro samcan wadaacan maahana waddo kale ma furna waddadaa unbaa furan bes war shaygan xaaraam weeye ama xanaaqsanow markii lagu leeyahay shaygu waa xaaraam ama faraxsanow shaygan waa xaaraam mar haddii lagu yidhaahdo samca wadaacan unbaa jidhe wax kale meesha ma yaallaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu xarimay haddii la yidhaahdo aqbal unbaa meesha yaallaya rasuulkiisu way xarimay haddii leya wax kale ma furna waxaan rabaa kelimooyinkii inaan ku soo gebagabeeyo intaa waxaan isku dardaarmaynaa bitaqwa allaahi casa wajal ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa qof walbow shareecada diinta islaamka baro 30 daqiiqo iyo 20 daqiiqo bixi mashaa'ikhda masjidka joogta u imow kitaabka safiinaha lagu bilaabo maalinba xarafaha lagu akhriyo markaa wuxuu way badanayaan wax la isku akhriyey oo mawcidaayo qofku dhagaha uu ka qaatay waxa ka muhiimsan kitaabka waxa ku qoran inta lagu akhriyo oo lagu bilaabo in lagu dhammeeyo marka cilmi fara badan baa kugu xaraysan midkan laftirkiisa qofku oo cilmi dhagoodka uga darimahay oo acmaashiyo waxun buu ku hagaajin laakiin waxa muhimka waxay tahay kitaabada soo xaadir la akhrinayo 30 daqiiqo waqtiga ka soo bixi inta kalena suuqaagaas iyo meelahaagaa iska jooga faraha taagtaago qofku haddii dee laga rabo waxa la yaa biil waajib bay ku tahay inuu faraha taagtaago inta magaalada aado ilaa waxa la yidhaahdo ilaahay waajib buu saaray oo dad biilkood baa la saaray inta kale laakiin inaad isku dhex wadid oo qaybna lagu aadiya culumtii barashadeeda qaybna shaqooyin kale loo daayo waa lagama maarmaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu tacaala. casharada caqiidada islaamka ayaa qayb ka qaadanaya fahansinta bulshada allihiina untay subxaanahu wa tacaala. yaxya farxaan aadan warbaahinta mustaqiim tv magaalada caabud waaq.